نحن كبعثة تونسية أول حاجة ما نقبلوا حد أحد باش يعمل تصريح في الرياضيين في المدربين يخرج عن نطاق الرياضة أو البطولة. نحن بالنسبة للإقامة متاعنا الكلام اللي صار يخص ماليه اللي قالوه. نحن كتونس حتى اتصلت بسلطة الإشراف متاعنا باللجنة الأولمبية يعني نستناو باش يشوفوا الألعاب بصير يعني في التقييم هذا يعني وهذه أمور إدارية تخص يعني الوزارة وتخص اللجنة الأولمبية. التصريحات اللي صارت هاكم جيتوا معنا اليوم مع الوزير جاء شفتونا نحن كيفاش الأجواء شيخين عاملين جو اونيغو لا كومبيتيسيون هذيك هي نحن هضمنا أولاد يعني بالنسبة لكل شيء الإطعام كيفاش راك تشوفه؟ نحن على مذوري مش نلقاو عباد سيرفيابل أكثر من هكا مش باش نلقاو دي كونديسيون من الطيارة نحن العباد تخدم فينا يعني باش نكونوا واضحين انا هذيك يعني بالنسبه لنا احنا هذاك يعني تدخل شخصي نتاع عبد ما يهمناش فيهم نحن الدوره ناجحه الحمد لله رياضيا ناجحه. باش نتوجه بكلمه لاخواتنا الجزائريين انا بصراحه حسيت روحي معناها تونسي في تونس. الله يبارك فيك. معناها بالمناسبه هذه ونحن فرحانين بك معناها وبالوجود هذا وباللفته الكريمه وراه العلاقات ما بين تونس والجزائر علاقات متينه وتاريخيه وللابد ونحن الاخوه لنا ما تصورش معناها قداش حسينا روحنا في ديارنا.